كرات يا شباب، معكم محمد مقناه ام 72.2. رجعت لكم مع مقطع تسريبات ثانيه. طبعا اللي شفته ان التسريبات ما جابت يعني مشاهدين، بس عادي يا شباب، لازم توصلكم كل اخبار فورتنايت. طبعا اليوم نتكلم عن مايدس، واللي ما يعرف ترى على قيد الحياه. يا ام 72.2 نعرف انه على قيد الحياه، اعرف انه تعرفوا، بس الناس اللي يعني يجددها فورتنايت قاعد اقول لكم انه مايدس حي. طبعا في هذه المقطع راح نتكلم ليش الدومز دي ديفايس تعطل، او ليش في نص الحدث صار اشي وخلاه يتعطل. فطبعا يا شباب نبدأ بالتسريبات حقت جولز. طبعا جولز ميكانيكية كانت من الشادو. طبعا الكل يعرف انه الشادو يعني هو يبي يحتل المناطق حقت الماب. طبعا شباب هي كانت مع الشادو وسوت نفسها مع الجوست عشان ابوها بروتس قال لها. وبروتس طبعا انت بتقولوا وات، كيف بروتس مايدس؟ لا يا شباب، مايدس احب جولز ولكن ما هي ابنته، هي ابنة بروتس. فبروتس ما كان حابي، يعني هو كان يبى يروح شادو و جوست في نفس الوقت، فما كان يعرف. فطبعا قال هو خلاص اختار شادو، فقال لجولز اللي هي ابنته، قال لها انه لا خربي الجهاز عشان ايش نحن نتحكم بالوكالة. فجولز سوت اشي وخربت الجهاز. فشك كذا يا شباب نص الحدث اجت العاصفة وسكرت، بعدين الجهاز استعان قوته من العمودات وراح وفجر ام الدنيا. طبعا يعني استعان قوته وقتل العاصفة. فالعاصفة صارت مياه، لان الخلل هذا كان يعني خلل كبير، يعني ان هي جولز ماتك كانت يعني تبي تخلي ابوها يعني فخور فيها. فسوت هذا الشيء ومنعت دومز دي ديفايس انه يعني يسوي اللي يبغى، ولكن تسوي اللي يبغى عشان استعان قوته من اعمدة، وهذا فجر الوكالة. واذا جولز ما سوت هذا الخلل كان الحين ان الوكالة ومليون واحد قاعد ينزل فيها. طبعا الوكالة لسه موجودة يا عيال، بس هي صارت اوثوريتي او السلطة. طبعا السلطة يا عيال او اوثوريتي كل الناس صاروا ينزلوها من السيزن. وطبعا يا شباب اللي ما يعرف، صاحبي سنوبي لاسو قال لي سكن السري حق السيزن 4. الناس يعتقدوا انه، او انا اعتقد بالاصح انه هو هذا السكن هو وولفرين. طبعا يا شباب ما متاكدين، لا حد يقول انت مو صح يجي السيزن بعدين ما تكون صح. ترى انا ماني متاكد يا عيال، بس انه في تسريبات تقول هذا الاشي. طبعا يا شباب اللي ما يعرف قناه سنوبي لاسو نفس الاسم، بروح على قناته اسمها سنوبي لاسو 4، اروح على قناته اشتركوا والله العظيم، ترى ينزل اشياء اسطوريه حلوه في نفس الوقت. فيا شباب تسريبات. طبعا يا عيال سيزون 4 راح يكون هو ابطال مارفل. فابطال مارفل يا شباب راح يكونوا في سيزون 4، وهذا اشي حلو. فانا اتوقع يا شباب انه في اشياء صارت في سيزون 3 تدل على انه مايدس رجع. طبعا يا شباب في واحد شو اسمه لقى كرسي مايدس وسيارة ذهبية بريسكي. فالناس ما تعرف هل يعني هل راح يرجع ولا لا. حاب اقول لكم يا عيال انه مايدس على قيد الحياة ولكن عنده جروح أليمة. طبعا تشفى بس انه عنده جروح خطير جدا، وهذا الجروح يعني مميت. فاستعان قال خلاص بستسلم، وراح عند الجوكر اللي هي حزمة راح تنزل ان شاء الله، قال انه بروح معاكم. فسوى بدلة زي بدلة ايرون مان وانضم لحزمة للجوكر. فحزمة الجوكر يا شباب راح تنزل اجلا ام اجلا، عاجلا ام اجلا قصدي، بس يبيلها وقت شوية. تنزل نوفمبر 16. فزي ما قلت لكم يا عيال انه هذا الشيء يعني محزن جدا، انه ممكن نهاية الماب بتكون وشيكة في سيزون 4. مو نهاية الماب، نهاية الماب يعني قصدي لا نهاية الماب انه ممكن ابطال مارفلز يحتلوا المدينة، يعني
انه ممكن يكون في مدن جديده. طبعا شباب مود التاكسي اللي تكلمت عنه في التسريبات، طبعا شباب مود التاكسي خلاص يعني الامكانيات انه راح ينزل راحت كلها يعني، فما يتوقع انه راح ينزل خلاص يعني. ولكن زي ما قلت لكم كل شيء محتمل، واذا غلطت بحاجه يا عيال ترى هذه التسريبات مو مؤكده لسه، هذه يعتقدوا الناس انه هي موجوده. طبعا يا عيال احب اقول لكم ترى هذا المقطع اللي قاعدين تشوفوه مو هذا اللعب المركب، ترى انا قاعد العب واشرح في نفس الوقت، فبتشوفوا لوتي يعني شويه بيض. المهم كم طبعا شباب اللي ما يعرف مايدس اوكي استعان بجولز وبروتس، خل جولز وبروتس خلوا ثقتهم لمايدس اسطوريه، فان مايدس خلاص يوثق فيهم بزياده. فايش سووا؟ انقذوا حياته يا شباب، انقذوا حياته مره. فالمهم جاء عليه الثقه انه خلاص مايدس قصدي جولز وبروتس من احد العملاء الداعمين لكورس، ولكن عملاء شادو احتلوا مناطق كثيره. واحده منهم يا شباب اللي اشر عليها هذه هي البيت، هذا محتله شادو. طبعا شباب في منافسه بين شادو وغوست قاعدين يحاولوا يحتلوا المناطق اللي نحن ننزل فيها. ففي مناطق يا شباب راح تشوفوا فيها يعني شلون يتكاثر في ممكن في سيزون 4. طبعا بتقولون في شخص. طبعا يعني يا شباب زي ما تعرفون انه كل الناس هنا يا شباب يعتقدوا انه ابطال افنجرز هم راح يكونوا في سيزون 4، وهذا صح. السؤال الثاني يا شباب ما توقع احد راح يساله بس راح اجاوب عليه. اذا واحد سال مثلا اوكي ليش الشمن صار يعني الشرط حقهم قصر يعني كذا قص، طبعا شباب عشان حكمه الصيف فقرروا فورت انهم يسووا هذا الشيء من الشمن. طيب شباب حاب اقول لكم انه اوشن ما هي من الجوست ولا من الشادو، ولكن صارت من الجوست رسميا من بدايه السيزون 13 او 14. فطبعا يا شباب قصدي 13 او 12. فطبعا يا شباب هذه كانت تسريباتنا، ان شاء الله عجبتكم. هذه التسريبات يا شباب كانت يعني احد التسريبات اللي عندنا، فحاب ان شاء الله تعجبكم التسريبات. كان معكم M7247 Peace.